غزة مدينة بصوت نيات، هنا وشجر ومدى حكايات، فرس من نور تسهل الحكاوي، واللي طلع صوته واللي طلع صوته بيعيش لو مات. يتقلب بجسده المتماسك وكأنه مخلوق من قطعة لينة، جميع عضلات جسمه تنقبض وتنبسط وفق الحركة التي يريدها. محمد الشيخ 11 عاما من قطاع غزة، جعله جسده الذي يتمتع بليونة عالية مميزا بين أفراد جيله في قطاع غزة، بل أيضا على مستوى العالم العربي. حيث شارك في برامج لعرض موهبته، من بينها برنامج المواهب العربية، حيث تعلم بعض الحركات بعد مشاهدتها على شبكة الإنترنت وتطبيقها على أرض الواقع. موهبتي نادرة وما فيش أجهزة إلها، وهي بتتعلمش أصلاً، هي هذه موهبة المرونة ومش أي حد بيلعبها، عشان أرفع رأس فلسطين وأعرف الناس إنه عندي موهبة وموهبتي هي المرونة. أنا كنت أستخدم الإمكانيات الجسدية في التدريب، لكن إمكانيات عملية ما كانش موجود، يعني ما كانش في أجهزة خاصة بهذه الرياضة. كنت يعني أتابع على اليوتيوب أنا ومحمد ونختار بعض الحركات ونقول إنه هذه الحركة بدنا نتدربها. الموهبة الغريبة أو النادرة كما يسموها أهل محمد تحتاج لتدريب يستمر لساعات وبشكل متواصل، والقدرة على التحكم بعضلات الجسد كي تنعكس ليونته على حماسة الجمهور المشاهد، وهو ما كان يفعله محمد في تدريبه الذي يمتد لأربع ساعات يوميا. إذا في برامج في المستقبل أو في بطولات حيدخلها، وأنا متأكد حينجح ويجيبها الأول، لأنه في الوطن العربي كله ما فيش واحد بيعمل زي محمد، يمكن اثنين أو ثلاثة بالعالم كله بيعمل زيه والحركات تبعته والرياضة تبعته. أنا بدي العالم كله ينظر لغزة ويشوف غزة، غزة فيها يعني شباب، فيها أطفال كتير موهبين، مش بس ابني كويس، مضمومين، ما فيش حد مدور عليهم، يعني فيش حد بيسأل عنهم بالمرة. موهبة ابني موهبة غير طبيعية، موهبة استثنائية، لا هي موهبة رقص أو غناء أو تمثيل، هي موهبة غريبة، موهبة في العالم العربي لا تكاد تكون موجودة، وإنما يمكن في العالم أجمع تكون محدودة أو معدودة على الأصابع، وهذا طبعا فخر كبير إلي. ويأمل محمد أن يشارك على مستوى العالم بأكمله في موهبته التي يلخصها بهدفين: هدف شخصي في الوصول إلى نجوميته التي بدأها منذ صغره، وهدف وطني في إيصال رسالة قطاع غزة بأنه موجود وموهوب. غزة مدينة بصوت نيات، هنا وشجر ومدى حكايات، فرس من نور تسهل الحكاوي، واللي طلع صوته واللي طلع صوته